اذكر اسم منطقة في بغداد يتشابه اسمها مع اسم مجارة أو دائرة عراقية. بام 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 بام. زهراء، منطقة العدل. العدل؟ منطقة العدل. العدل، العدل أساس الملك. أوكي، خلينا نشوف العدل. اسم منطقة في بغداد، نعم. و... يا إلهي، يا إلهي زهراء، أخذت أعلى احتمال 23. العدل منطقة موجودة في بغداد، وفي نفس الوقت هناك وزارة اسمها وزارة العدل. أنغام، ارجعي لمكانك إذا سمحتي، وأيضا أنت ارجعي لمكانك حتى نبتدئ بالسؤال إلى مع عائلة الطائي. عائلة الطائي، حكم وزهراء وسدرة. طيب سدرة، الآن السؤال إليك يا سدرة، اذكر اسم منطقة في بغداد يتشابه اسمها مع اسم وزارة أو دائرة حكومية عراقية. طبعا يلا سدرة، ماكو وقت. يلا العظمية. لا ادري، الأعظمية يعني الأعظمية منطقة، اكو دائرة اسمها دائرة الأعظمية. ما شنو ما. زهراء الثانية، زهراء اذكري لي اسم منطقة في بغداد يتشابه اسمها مع اسم وزارة أو دائرة عراقية. هو مو كل زي بمنطقة بغداد بس ايه؟ يعني مثلا نقدر نقول كرادة داخلي، وزارة الداخلية أو هيك شيء. شلون؟ كرادة داخل اكو هيك شيء. اوكي، خلينا نشوف كرادة داخل اكو داخل. غلط. الآن أنتوا عندكم خطأين، لابد أن أذكركم خطأ آخر ينتقل السؤال إلى عائلة الصاحبي. والصاحبي يا صاحبي تهيئوا وتشاوروا بهذا الاحتمالات. أوكي يلا حكم، أرجع لك مرة أخرى، باقي عندكم ترى 6 احتمالات. حي الثقافة. حي الثقافة، احنا عندنا حي الثقافة في بغداد. أو المالية. نعم المالية، اكو حي مالية واكو. طيب خلينا نشوف المالية. المالية 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 موجود. المالية 3 اخطاء غير جاوبتوا فقط على احتمال واحد جاوبت الزهراء، وسننتقل الى عائلة الصاحبي. تهيأتوا اكيد يعني دردشتوا بالموضوع، وراح اعيد عليكم السؤال حتى كلكم تتذكروه، وراح ابتدئ معاك سامي. اذكر اسم منطقة في بغداد يتشابه اسمها مع اسم مزارة أو دائرة عراقية. شنو جوابك سامي؟ والله ما زاير بغداد ولا صارت أعرف، بس الدفاع. ها؟ الدفاع، منطقة الدفاع أو منطقة؟ إيه. خلينا نشوف منطقة الدفاع. ومها شو تقولين؟ مها مها. نفس الجواب. نفس ال... طبعاً على فكرة لابد أن نعرف مدننا وعواصمنا و... يعني هذا ضرورية ما يخالف، احنا في ظروف صعبة لكن الإنسان لازم يكون عظيم وحريص ومثابر.